ما دام هو اصلا نحو خريطه الجميل مستدامه اللي هو الصعيد، اتوقع انه بعد الخريطه ياتي التنفيذ والمتابعه والتقييم والاستدراك والايفالويشن والمساله كلها. فهنيئا لهم بهذا الاختيار، علما بانه طبعا الامم المتحده حددت الاهداف 17 منها استدامه السياحه في رؤيا في 2030 التي تبنتها كثير من الدول منها الشقيقه مصر. طبعا معروف انه كل ما ذكرت السياحه جاءت مصر في المقدمه. يعني حقيقه قد يكون بعض الدول الاوروبيه اسبانيا ايطاليا فرنسا تزيد دخولا من السياحه عن مصر، ولكن مصر تاتي في المرتبه الثالثه افريقيا وعربيا. فمصر فيها كل الانماط، تاتي المرتبه الثالثه بعد حاجه غريبه جدا، تاتي بعد السعوديه، هذا حسب المنظمه الدوليه للسياحه، تاتي بعد مصر، تاتي بعد السعوديه والبحرين والمغرب. ولكل الخصوصيه يعني السعوديه معروفه مقصوده الزوار والحجاج. السياحة طبعا هذا كلام مكرر بالنسبة للكثير، لأنه توفر دخول عالي. يعني لما وصلت في سنة 2010 دخل من السياحة ودخول عالي جدا جدا، وأنها وكالة الاستثمارات الأمريكية رتبت صناعة السياحة في المرتبة الثالثة من حيث العالمية في الصناعات الأخرى. طبعا كلنا نعرف أنه الصناعات المصرية يعني الزراعية والصناعات التحويلية والصناعات التقليدية